بلشت انشغل سنة 91، كنت بعدني تلميذ بالجامعة بأمريكا، صار لي حظ اني اشتغل مع اساتذة كانوا عم يعملوا مشروع ابحاث على تقنيات التخمير. ضلينا 5 سنين نعمل ابحاث على هالتقنيات هيدي، توصلنا لشيء اسمه التخمير السريع، يلي هو بيحول المواد العضوية بسيكل كتير سريع ليكونوا جاهزين تيصيروا سماد عضوي. اليوم كلنا بنعرف وضع البلديات المادي هو وضع منه كتير سليم. اليوم تجي هيدا واحد. تاني شغلة تعلمنا انه تقنيات معالجة النفايات تقنيات معقدة، تقنيات بدها خبرة وكفاءة. اليوم هالفريق الكفوء والخبير منه موجود ضمن الجسم البلدي. لما تعلمنا من هالنقطتين هيدي قررنا انه اليوم ما بنبيع شيء للبلدية. البلدية ما إلا انها هي تستثمر بحق معمل، خصوصا انه لما توصل لمبدأ صفر نفايات عم تحكي بملايين الدولارات. بتعمل هالمصنع على حسابك الخاص انت كشركة، وتشترك البلديات معك بقيمة الطناج اللي هي بتجيبه او على عدد الوحدات السكنية اللي موجودة. قدرين نحن اليوم بلبنان نعمل صفر نفايات، يعني ما بينكب شيء ما بينحرق شيء، بكلفة ما بتزيد على 6000 ليرة على البيت الواحد بالشهر. يعني اليوم تجي بلدية بتقول انا عندي 1000 بيت، انا بدي اشترك، بدي اجيب زبالة هال1000 بيت كبهم هون فانتو تعالجون. الفاتورة تبعها هي 6000 ليرة ضرب 1000 بيت، يعني 6 ملايين ليرة. ميرسي اورفوار، ما بيتعرفوا على شيء تاني. هلا بنوقع بمشكلة اللي كلنا سمعنا فيها من قبل، يلي شيء اسمه العوادم. شو يعني عوادم؟ عوادم يلي هي مواد ما حدا بده اياها، ويلي هي بنفس الوقت ما بتتفاعل، يعني ما فيها منا عايشة، منا اورجانيك، ما بيجي عليها شيء ياكل. يلي هي كيس النايلون يلي ما حدا يعرف فيها شيء، كيس الشيبس، كيس البطاطا، كيس البوب كورن، كيس القهوة، البان، يعني هول. وصاروا بكثرة موجودين بالنفايات بطريقة كتير قوية. هول طورنا تقنية سميناها ايكو بورد، واللي هلا عم نقدم فيها براءة اختراع. لا شك انه مفتاح الحل تبع معالجة النفايات هو انه ينعمل بطريقة لا مركزية، مش بس من الناحية التقنية، حتى من ناحية العدالة الاجتماعية. للي اليوم انت مش عدل انك تاخد زبالة منطقة وزبالة ناس من غير منطقة تاخدها تكبها عند زبالة ناس بمنطقة تانية. تاني شيء، لما بتجمع، لما بتعمل مركزية وبدك تاخد 2000 و 3000 طن كل يوم وتحطهم بفرد نقطة ببلد صغير مثل لبنان، هيدي خطة مثل واحد عم بيقوس حاله بإجره. اليوم البلد فيه تقسيمات إدارية اللي هي على القضاء أو حتى يمكن على صعيد المحافظة، بس انا الطرح تبعي انه كل قضاء بيكون عنده حاجته من المصانع المحلية، معمل، معملين، 3 معامل، بطريقة انه ما كتير تسوق بهالنفايات بالكميونات وتخلع عجقة وتضطر تضغطها لحتى تروح فيها على محلات بعيدة. برهنت كل الابحاث اللي عملناها انه اليوم الفرد بلبنان بالمعدل، يعني بتفرق شوي بين الريف والمدينة، بينتج كل يوم حوالي 0.5 كيلو نفايات بالنهار. لما بتاخد منطقة مثل الدكوانة اللي هي مكتظة، اللي هي منطقة مدنية يعني متروبوليت، فيها بحدود 100,000 نسمة، وعندك ناس منهم ساكنين بالدكوانة بس بيجوا وبيظهروا من الدكوانة بيشتغلوا او بيجوا بيعملوا شوبينج بالدكوانة او بيجوا بيخلصوا معاملات بالدكوانة، متوقعين نحن انه عندهم لود شي 50 طن نفايات بالنهار. هيدي عم نحكي نفايات صلبة منزلية. عندهم صناعات، في عندهم نفايات صناعية. الطرح هو ينعمل، ينوجد شقفة ارض ضمن نطاق الدكوان الجغرافي، وينعمل مصنع حجم الارض يمكن ما بيتجاوز 4000-5000 متر، لحتى نكون كمان عم نضرب حساب للمستقبل. التقنية اللي بنعتمدها هي تقنية التخمير السريع، يلي هي بتتكل على 3 عمليات تحت سقف واحد: فرز، تخمير سريع، وإعادة تحضير المواد القابلة للتدوير من فرم، من كبس، من تعبية بأكياس، وبتترحل كلها أسبوعياً.
كل اللي خبرنا اياهم زياد اليوم بفتكر بيضلوا بخانة التيوري اذا ما شفنا اخر شيء النتائج. لما بنقول ويست تو انرجي وانه الويست بطلت عبء صارت منتج وصارت مورد للمجتمع، افتكر زياد رح تفرجينا اليوم كثير اشياء بتدل على هذا الموضوع. انا بداية بدي اسألك هودي الكبسول، اول شيء بس يكونوا زبالة شو بيكونوا؟ بيكونوا جرايد، كرتون، ورق، مطابع، هالامور هيدي. كل شيء فيه سلولوز يعني. كل شيء فيه سلولوز وبنخلطهم مع تشحيل الشجر، لما البلديات يقصوا الاغصان ويحشوا الحشيش وكذا، بنيبسوا بنفرموا هوليك بنعجنهم مع بعض وبنمرقهم بهالمكنات وبنعمل فيها شيء اسمه ايكولوج اللي هي الحطب البيئيه، هيدي بتولعها بالشومينيه بتولع مثل الحطب العادي، منك مضطر تقص شجر تتدفى. واذا بدي اقارنها على السنديان دانسيتي 20% اكثر من السنديان فيها السنديان. كالوري. بس السنديان بيتميز بريحته. اذا رح بنضلنا هيك ما رح يضل عندنا ولا سندياني. فضل شم هاي الريحه ولا افقد السنديان. وهيدي الفورما اللي عم شوف في فورما كبيره، هي بيش كبيره. اها فيها وزن. فيها وزن. وهيدي بش صغيره. هيدي قصينا منها كنا هيك لاستعمالات اخرى يعني. عظيم. وهودي الحلوين. هيدا كومبوست معمول من مواد عضويه. حتى استثمرنا بخط تحبحب تيصير عندنا شيء اسمه سماد موضعي. يعني اليوم تعرف بس بدهم يسمدوا الارض بكبوا سماد كيف ما كان، مش كل المناطق اللي انكب فيها سماد في زريعه. لما بتحبحبهم هيك بصير هين انت بتصير تحطهم دغري على كعب الشتله وتحت النقاط الدريب اريجيشن. حتى بموضوع ترشيد المياه كمان صار كل الناس اليوم عم تستعمل بالتنقيط على فكره، مطابق لمعايير الزراعه العضويه الاوروبيه. لما بنحكي بالجريدز انا بعرف في كلاس ا بلس. كلاس ا بلس محلل بالجامعة الأمريكية ببيروت دوريا. عم شوفهم بكيس، كم كيلو الكيس؟ 10 كيلو. 10 كيلو شو سعره؟ سعره تقريبا بال 2500 ليرة. وإذا بدي استورده شو سعره؟ أوه 700 و7000 8000 شيء هيك. صنع في لبنان. صنع في لبنان. فيك تناولني فو بلافون؟ فو بلافون فيك تخبرنا شوي هيك نقارنهم على هاي الكبسول؟ هي نفس المادة تبع هيدي الكبسول بس مرقناها بنفس المكنة يلي بتعمل السواد و صارت فو بلافون. صارت فو بلافون يعني هيدي كانت فكرة هيك اجتنا نعملها تركب على السقف. تركب على السقف. طيب بنكمل برمتنا؟ بنكمل. ماشي معي يلا. ايكو بورد. ايكو بورد حكينا عن كيس البلاستيك وحكينا انه اليوم قدران كيس البلاستيك تحولهم للواح مثل ما عم نشوفهم. دقيس اللوح. اللوح مترين بمتر. اها هيدي عينه من اللوح اكيد مش هيدي المترين بمتر. بيذكروني باللامايكا، بيذكروني بالتي بي سي. ما بينكسر ضد المي. ايتانش. ضد المي 100%. بالحريق. بالحريق. بيدوب ما بيحترق. ما بيولع. ما بيولع. بيدوب. يعني اذا عمرت استعملته ببيوت ما بيولع. ما بيولع. بيدوب. ما بيولع. عندك الوقت الكافي انك تظهر قبل ما العمليه شو عم نشوف هون؟ هون عم نشوف تجربه بشيء اسمه زراعه عموديه. اوكي. جرين وول. نعم. جرين وول. جرين وول. شايف شتل. بندوره شايف يعني عم فخذ من هون المفروض يطلعوا من هون. مظبوط. مظبوط. وهيدي فينا انت ناوي المعمل كله. انا بدي اعمله كله وحتى بدنا نفوت فيها بالحقل الزراعي هيدي. جيب شقفة ايكو بورد معك. بدايته للايكو بورد هيدا البرش. برش كيس بلاستيك. هيدا كيس نايلون. نعم. كل بورد قديش بياخذ كم كيس؟ 3660 كيس سوبر ماركت. بس هون كمان داخل كيس الشيبس، كيس البطاطا، كيس البن. باكجينج البوزة، البونبون، الشوكولا يلي عرفته انه عم تاخذ براءة اختراع فيها 100%. ما حدا يجرب يقلدها يعني. منشوف القزاز. القزاز ببلش كسر بتستلمه ببلش تفصل كسر. الابيض عن الملون. مزبوط. وبالابيض عم شوف هون اشياء. فينا نفتح الكبايات. بلشنا نشوف مزيج يعني. نعم. الحطبة يلي شفناها. وهيدا الازاز مين عم يصنعه؟ هيدا عم يتصنع بالسرافاند مع ال خليفه. يلي هن تقريبا اخر نافخين ازاز موجودين بلبنان.
رجعنا شوي نشتغل نحن وياهم، لانه من بعد حرب 2006 انضرب المعمل اللي بيعمل ازاز اخضر بلبنان. بقى صاروا كل المصانع تبعولنا يلي بنجمع فيهم ازاز اخضر ما بقى عندنا مورد انه نقدر نوردهم لحدا يرجع يعمل لهم اعاده تدوير. وبعدين الخطر بدنا نقول تيوصل لك الازاز هيك بده يكون مفروز من المصدر. مش ضروري، نحن فينا نفرزه، نحن اللي بنصر عليه. بس وصل لك مع الزباله مكسر ومطحون؟ مش مكسر ومطحون، مهم ما يوصل بكميون الضاغط. هاي. يعني نحن اليوم اول شرط بنحطه على البلديات لما ننشئ مصانع عندها انه ممنوع تنقلوا النفايات تبعكم بالكميونات الضاغطه، بدها تنقل بالبيك ابات العادي. بنكمل برمتنا؟ بنكمل برمتنا. يا. زياد الايكو بورد يلي حكينا عنهم بلشوا كياس نايلون صاروا لواح، هلا عم نشوفهم جرين وول او الزراعه العموديه. انت اختبرت عده تجارب خلطات. بس اليوم هيدي اخر خلطه. مظبوط. شاسيه حديد، شاسيه حديد برانيه. قديه فيك تعلي؟ فيك تعلي لحديد 6 امتار. وما زالك عم تربط على البيتون؟ عم تربط على البيتون خلاص، يعني بكره تصور بنايات معموله الشاسي تبعها بيتون بدل ما تورق وتتكلف على او على كوبونز على ماتيريو كثير غاليين، فيك تعمل هالغطا كله. ما تنسى انه هيدا الغطا كمان بيخلق ايزولاسيون، وهيدا عم تعبيه تورب. هيدا عم نعبيه تورب، يعني الكومبوست اللي بيطلع من الزباله بتخلطه نص بالنص. نص بالنص. وشو بنزرع؟ فيك تزرع هول اللي عاملينهم هلا، بدنا نزرعهم فريز. بيطلع الفريز من هون؟ بيطلع الفريز من هون. في سيستم ري داخلي بقلبها. بكره كل حيطان المعامل تبعنا رح بنكون عم نستثمر فيها كمان زراعيا. شو كلفته بالمتر تقريبا؟ تقريبا الجرين وول كلفته بالمتر اليوم 90 دولار. اذا بتقارنه على السوق 500 دولار بالسوق. 90 دولار 500 دولار على السوق، صنيعه في لبنان. من نفايات لبنان. سؤال اخير، مين بيملك الزباله؟ انا اليوم اشتريت تنكه مرطبات وهيدي التنكه الي حق اتصرف فيها، الي حق اعالجها. اليوم عم بيصير بالقانون الحالي انه الناس عم بتكب هالمورد وفي حصريه باستعماله. انت مع فكره انه اليوم بالقانون ينعطى كل المجال للبلديات اكيد باداره محدده انه تعالج نفاياتها محليا، والاولى انه اصحاب الزباله يستفيدوا من هالزباله؟ هلا اوكي. اليوم لما انت تشتري هالتنكه المرطبات وتشربها انت بتملكها. بس تفضى اذا انت اخذت قرار تكبها ما عادت ملكك، انت كبيتها. فيك تخليها عندك وانت تستفيد منها. اللي عم نحكي فيه هو بصب بخانه اللامركزيه بمعالجه النفايات. اليوم بعد ما في حدا بالعالم اخترع تقنيه بتقول انه انا اعطوني النفايات ببلاش وانا بعمل كل هالشغل هيدا وبغطي المصاريف وقادر اربح. ونهار اللي حدا بيخترع هالمعادله هاي ما بيعود في مشكله زباله، بتصير زباله منها لحالها بتدفع لحالها. بلشنا نشوف بالصين مكانات بتحط طبقه القنينه بيطلع لك تيكت مترو 100% تي حفزوا الناس يعملوا ريسايكلينج، لانه اليوم مشكله البلديات انه ما بقى عندهم محلات، ما بقى في اسباس قد ما عم نكب زباله وعم نستهلك. هون النقطه.